السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناتكم فارس خلال فكرة. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو موضوع مرض السعار أو فيروس السعار أو داء الكلى. أول حاجة هقولها لك، لازم إن أنت تدي للكلب بتاعك تطعيم ضد مرض السعار أو مصد السعار أو الوقاية من مرض السعار. التطعيم ده يا باشا بيتاخد في عمر 5 شهور، من اول ما يبلغ الكلب 5 شهور او 6 شهور، ويكرر التطعيم ده كل سنه. ضروري جدا 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 جدا، انا بناشد اي مربي وغاوي كلاب لازم تطعم الكلاب بتاعتك ضد مرض السعار. طيب ليه؟ لان انا ومصطفى ان شاء الله في الحلقات الجايه هنجي لك حاجات اسمها تطعيم السماني والسماني والخماسي، بس التطعيم ده لازم اللي هو تطعيم السعار بس. يا غزالة، تطعيم السعار ده انا بناشد بيه ليه؟ لان التطعيم ده بيوجع دماغ. ليه؟ لان هو مش فيروس منتشر في الجو، لا ده هو متنقل عن طريق حيوانات تانية مصابة، تمام؟ الكلب بتاعي بس عيب. بس تمام كده يا حضرات. في البدايه مرض السعار ده او داء الكلب ده، المرض ده يا باشا بيهدد او بيعمل وفيات حوالين العالم كله بنسبه 55,000 في العالم. اخر احصائيات في 2016 هدد العالم كله بنسبه 55,000 وفيات، 24,000 في قاره افريقيا، و21,000 في قاره اسيا، و20,000 في الهند. وهنا عندنا في مصر ما يقارب ل 300,000 حالة مصابة سنوية بمرض السعار، و 97,000 منها من الأطفال. بمعنى ذلك يعني طبعا من نشأة أولياء الأمور إن أنت ما تخليش الطفل بتاعك اللي هو يلعب مع كلاب في الشارع أو كلاب بلدي بمعنى أصح، أو كلاب غير مجهولة أو كلاب مجهولة المصدر اللي إحنا مش عارفين دي نظامها إيه. طبعا الطفل هنا حضرات أو يا جماعة بيلعب هنا مع الكلب كانه يعني نزهه او لعبه او تفاريح ليه او لهو ليه، طبعا بيبقى خطر جدا على الطفل. هنا بتبقى نتيجه الاصابه او اصابه بالمرض والسعار بتبقى حتما بتبقى كبيره جدا. طيب ايه هو السعار؟ السعار يا باشا هو عباره عن فيروس بيجي عن طريق، اعمل حسابك ان الفيروس ده او مرض السعار ده بيجي في جميع الحيوانات، بيجي الكلاب، بيجي الغنم، بيجي الماشيه، بيجي المواشي، بيجي معظم الكلاب الكبير، بيجي للتعالج. طيب الفيروس ده متنقل عن طريق ايه يا باشا؟ الرقم العامل الاساسي من تنقل الفيروس ده لاي حيوان وخاصه الكلاب لاي حيوان هو الخفافيش. الخفافيش والفئران هو هنا الفيروس بيتنقل عن طريق الموضوع ده، او المصدر الرئيسي او الاساسي لتنقل المرض الخفاش والفئران. يبقى انا عشان اتجنب تنقل الفيروس ده او الاصابه دي بالكلاب عندي لازم اطعم. هنا بلاش ان انت لازم تطعم، تمام؟ الا اذا بقى ان انت يا باشا ما تنزلش الكلب بتاعك الشارع ابدا او كل سنه مره زي ما بيقولوا. بس برضه انا بلاشك ان انت حرصا على الفيروس، لان الفيروس ده مش منتشر في الجو ولا اللي هو مثلا ليه حاجه انت بتاخدها ليه مصل انت بتاخده وخلصت. لا يا باشا، الفيروس ده لازم ان انت او ليه علاج. الفيروس للاسف فيروس السعار ده ملوش علاج، او مرض السعار ملوش علاج لو هو صاب الانسان او الكلب وصاب الخلايا العصبيه وجهاز المركز العصبي بالنسبه للانسان او الحيوان. طيب بمعنى السعار يا باشا، اول ما الكلب بتاعك بيجي له سعار او الكلب بتاعك بيجي له سعار عن طريق اللي هو تصاحب مع كلب تاني، تمام؟ يبقى انت كده عرفت مصدر السعار عن طريق الخفافيش والفئران، وبيجي بأي مواشي، وبيجي بأي حمير، مواشي قلت لك حمير، وغنم، وماعز، وتعالب، تمام؟ طيب يبقى انا اتجنب كل ده ولازم اطعم تطعيم السعار، ويكرر كل سنه. طيب لو انا نزلت بالكلب بتاعي اجوز مثلا كلب تاني او كلبه، او انا مشيت مع كلاب تانيه، هنا الخطر اللي انا ممكن يكون الشخص التاني ده ما عندوش المحافظه زيي، لو انا حتى مش مطعم هو مش مطعم بس هو ما عندوش المحافظه زيي. طيب السعار هنا بيعمل ايه؟ اعراض السعار يا باشا للكلب بتاعك، لو انت الكلب بتاعك اتعض من كلب تاني والكلب التاني ده انا عارف ان هو ما اتطعمش، اعراض السعار عشان ابقى عارف بايه؟ اعراض السعار يا باشا الكلب بتاعك اول حاجه بيسد الشهيه بتاعته بتسد،
بيخاف من المية، بيخاف من الضوء، بيتجنب أي حاجة، بيبقى كائن كده لوحده بالليل. بيبقى فيه مع الكتر، مع استمرار الأيام وعدم المعالجة وعدم أخذ المصل بتاعه، بيجيله دوار طبعا ده في الأيام الأخيرة بتاعته، بارتفاع في درجات الحرارة، في لعاب بغزارة شديدة جدا 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 جدا، واللعاب ده لازق تمام، ولسان الكلب طبعا طول الوقت بره، وفي نباح على فترات متقطعة، على فترات كده تحس إن النباح ده ملوش أي علاقة بأي حاجة، يعني مفيش علاقة بالكلاب الموجودة حواليه أو أي حاجة، ده نباح متقطع، ده النباح كده ملوش سبب تمام. ده أهم عنصر أو أهم سبب، أهم علامة إن أنت تلاقي الكلب بتاعك عنده مرض السعار، إن الكلب بتاعك بينبح في أوقات متفاوتة وأوقات ملهاش أي علاقة بأي حاجة، والكلب بتاعك عمال في نباح شديد، تحس إن في حاجة، بس هو ما يوم هو هي في الأماكن اللي هو بينبح فيها أو الأماكن المكان اللي هو قاعد فيه، مفيش أي خطورة ولا مفيش أي مشكلة، بس النباح ده حتى أنت تلاقيه أول مرة تسمعه نباح متطاول تمام، وفي أوقات متفاوتة طبعا، ده أكيد ده كده تسبب مرض السعار. ومع الأيام بيبقى فيه دوار للكلب، فيه هزل للكلب، فيه شلل، أول ما الفيروس كده تخلل وتخلى وتحرم جوه الجسم ووصل للأجهزة العصبية المركزي ووصل عن طريق المخ، يبقى كده الكلب بتاعك خلاص كده ملوش علاج، لازم يموت تمام. هل الكلب ده، هل المرض ده معدي للإنسان؟ معدي للإنسان مليون المية. هل المرض ده لما الإنسان بيتعدي ملوش علاج؟ ليه علاج لو أنت تحركت بسرعة واللي أنت اتصرفت بسرعة ما استنيتش تاني يوم. طيب بمعنى لو الكلب بتاعك، هنا بقى في خطوتين بالنسبة للعلاج. لو أنا أبو مصطفى مربي الكلاب أهو في الشقة عندي، والكلب ده دلوقتي أنا عن نفسي مطعم. طيب الكلب ده لو اللي هو المطعم عندي سواء شمس أو جيتا أو غزالة، أنا مطعمه، جه بينهزر شويه ولا اي حاجه، هو عضني، لو عضني عضه جامده او عضه صحيه، دي ما دام الكلب بتاعي متطعم وانا مغمض ما اروحش في اي حته، كل ما هو عليا ان انا اغسل مكان الجرح كويس جدا جدا بالميه والصابون لمده اقل مده خالص، هي ربع ساعه او تلت ساعه، وكل ما انا ازود المده في غسيل الميه والصابون مده اطول، كل ده ما هو يكيني من انتشار اي حاجه او مشكله في المعدة تمام. ده هو كل اللي عليا. طب اروح يا باشا اخد حقن التيتنس؟ مفيش اي لازمه، لان حقن التيتنس عباره عن مضاد بكتيري، انما المرض السعار ده مضاد فيروسي او مرض فيروسي. طب يا مصطفى، ده في ناس كتير قوي بتقول حقن التيتنس اخدها علشان تطهر المكان، ولا ليها اي علاقه؟ اسمع مني واقرا مني وافهم مني، وبرضه ده ليك الراي، ليك الحريه اللي انت تعمل اللي انت عايزه، بس انا بقول لك العلم مش فيه. اللي حقنه التيتانوس بتتاخد يا باشا لو حاجه دخلت في رجلنا، حاجه دخلت في جسمنا، مش عارف ايه، طبعا الحاجات دي بتبقى ملوثه ما بتبقاش نظيفه، انما الفيروس ده فيروس او المرض ده فيروس، هو كده كده اصلا ملوث، فهمتني؟ معنى ان هو ملوث هنا ده فيروسي مش بكتيري. الحقن التيتانوس بتاخدها عن نظام او تحت مسمى امراض بكتيريه، حتى هنا المنفذ بتاعها او النشره بتاعتها حاجات بكتيريه مش فيروسيه. تمام كده يا باشا؟ عشان تبقى فاهمين. طيب لو الكلب بتاعي مش مطعم وعمل خش او عضني بقه، لازم اخد احتياطاتي واجري بسرعه، قبل ما اجري اطهر المكان بتاعي بماء صابون برضه لمده ربع ساعه او تلت ساعه لو الكلب مش متطعم، او لو الكلب بره في الشارع برضه انا معروف ما اعرفوش او مجهول المصدر، اطهر مكان الاصابه بميه وصابون لمده ربع ساعه تلت ساعه لحد ما اروح المستشفى تمام، واخد حاجه اسمها خمس حقن بدل ما كان واحد و20 حقن. خمس حقن يا باشا، خمس حقن بعد اول حقنه بتاخدها بعد 21 يوم، تاني حقنه بعد 3 ايام، تالت حقنه بعد 14 يوم، بعد 7 ايام ولا ايه؟ تالت حقنه، رابع حقنه بعد 14 يوم، خامس حقنه بعد 28 يوم. تاني خمس حقن عباره عشان الوقايه من
مرض فيروس السعار للانسان، لو الانسان اتعرض والكلب ده مسعور او لو عنده مرض السعار، يبقى رقم واحد اول حقنه بعد 24 ساعه، ثاني حقنه بعد 3 ايام، ثالث حقنه بعد 7 ايام، رابع حقنه بعد 14 يوم، خامس حقنه بعد 28 يوم، وتكرر الخمس حقن دول بعد 3 سنين. ايه ده؟ ليه يا باشا بعد 3 سنين؟ لان المرض هنا او الفيروس هنا مخمل في جسم الانسان لمده من 6 سنين ل 8 سنين، يعني ممكن يظهر بعد المصل برضه تاني بعد ما خدت. طب انا خدت الوقايه اصبحت زيك زي الكلب، لازم تاخد المصل الدوري. هنا المصل بالنسبه للكلب كل سنه. فهمتني؟ وفي بلاد بتاخد كل 3 سنين المصل للكلاب، او كل سنتين على حسب المصل وقوه المصل وجوده المصل. وعلى حسب كل بلد منشا فيها المصل بيشتغل فيها ازاي. الانسان هنا ما دام اتعض لازم يعمل كل 3 سنين. طب يا مصطفى انا لو المستشفى رحت المستشفى وقالوا لي ما فيش مصلات او المصلات خلصت، انا اعمل ايه؟ هل كده اموت؟ لا يا باشا، اي جميع الصيدليات الكبرى بتتباع ب 410 820 مليون شهر العزب وكلها بتباعها. طبعا احنا ما بنروجش لاي حد، بس احنا بنلاقي برضه علم بالشيء. صيدلات العزب وجميع صيدلات العزب يا باشا بتبيعها ب 410 او 820. تمام؟ لازم تاخد المصل بتاعك لو انت اتعضيت والكلب عنده سعار، لازم تاخدها كل 3 سنين. دي معلومه ما حدش هيقولها لك وما حدش قالها وما حدش عارفها. مش انا هاخد المصل يا باشا وخلصت، لا لازم تاخده كل 3 سنين. تمام؟ ده زي نظام جدار حمايه للانسان. طيب كده خلاص؟ طيب الكلب هنا لو الكلب اتعض او الكلب بتاعي اتعض، قبل ما انا اقول لك الكلب بتاعك اتعض، اعمل حسابك ان اللي انت لو انت ما سرعتش موضوع اللي انت تبدا على مرض السعار وتاخد المصل بتاعه، الجرح بتاعك اول في عضه الكلب كل ساعتين بيتحرك سنتي اتجاه الخلايا العصبيه واتجاه المخ. يعني كل ساعتين الجرح بيتحرك، كل ساعتين بيتحرك سنتي من مكان الاصابه بتاعت الكلب. يعني الجرح نفسه مش هو اللي بيتحرك، لا ده السم نفسه او المشكله النفسيه بتاعت السعار بتتحرك داخل الجسم التسمم كل ساعتين سنتي اتجاه الخلايا العصبيه لحد المخ. بمعنى ذلك لو انا عورت هنا يبقى انا طبعا اضطر اجري بسرعه. مش مستشفى يبقى انا اروح على اقرب صيدليه كبيره اخد منها المصل. ما استناش بقى حجه المستشفى والمستشفى قافله والكلام ده. طيب طب الجرح ده يا باشا خيطه؟ لا ما تخيطوش. ليه؟ الهدف كان عدم خياطه الجرح. ليه؟ لان كل ما الجرح معرض للهواء وتجدد الحراره وتجدد الهواء فيه وتجدد المناخ بتاعه وتجدد الخلايا اللي العصبيه بتاعته، كل ده بيساعد ان الدم او الدم ما يفسدش. تمام؟ وبيساعد ان لو انت قفلت الجرح يبقى هنا الجرح اصبح كده الجسم اكتسب السم كله جوه. تمام؟ يبقى هنا لازم اللي انت بتديله مثلا زي نظام منفذ هواء او منفذ تهويه، بحيث ان هو ما يعملش مشكله اكتر واكتر بالنسبه لخلايا الدم وخلاص. طب بالنسبه للكلب، الكلب بتاعك لو كلب عضو عنده سعار او شلل عن طريق الخفاش او الفرن ولا اي حاجه وعرفت الاعراض، يبقى انت اوتوماتيك لازم تجي للكلب بتاعك وتطعمه. تمام؟ والتطعيم بتاع الكلب كل سنه. طب افرض يا باشا الكلب بتاعي خربشني جامد بصوابعه وهو عنده مرض السعار، بس ما النوعات بتاعه ما جاش ناحيه ايدي. لازم تروح تاخد خمس حقن وهو هياخد الخمس حقن لو الكلب ده بتاعي هياخد المصل بتاع السعار. ليه؟ طب لو ابو مصطفى ده خربشني بصوابعه جامد بس ما ملوش دخل. لا ليه؟ لان بطبيعه الحال اللعاب اللي هو المصاب كده كده اصلا الكلب بطبيعه الحال بيلهس في صوابعه بيرس في جسمه، لان دي طبيعه الحال. بيبقى طبعا اصبح عنده المكان ده في مرض السعار او انتقل للعابه عن طريق مرض السعار. يا ريت تكون المعلومه وصلت لك. بناشد جميع المربين والغواء، يا ريت لو انت بتنزل كلبك في الشارع كتير، او لو انت بتتجوز لناس كتير، او لو حد انت او انت بتروح عند حد يتجوز لك كتير وانت ما تعرفش الاماكن دي، او عنده او في مصدر ما بينكم وبين بعض، يا جماعه احترس من مرض السعار، لان مرض لعين بيهدد الكلب بالموت. تمام؟ ولازم ان انت يعني تتجنب الموضوع ده
ومش هتخسر حاجة لو قاطعين ب 45 جنيه ولا 50 جنيه كل الموضوع يعني كل سنة، مش هتخسر أي شيء ولا أي مشكلة خالص، وكمان ده حفاظا عليك أنت شخصيا كمان في البيت. عوزت أي حاجة أو المعلومة عاوز تعرفها أكتر أو في حاجة ناقصاك اتصل بيا فون 010-224-7513 أو اكتب لي في التعليقات أعمل لك حلقة مخصصة لحضرتك أو تواصل معايا واتس إن شاء الله تحت أمرك في أي وقت. تحيات ليك حتى الناس اللي بتشوفنا على القناة، ويا ريت يا جماعة نشارك أكتر وأكتر وأكتر ونستفاد أكتر من الناس كلها تستفاد علشان المعلومة تقوم على الناس كلها. ولازم تدعم الكلب بتاع تطعيم ضد مرض السعر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.